بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس. نورنا يا كابتن. تحياتي ليك كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. تحياتي كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، والكابتن علي مرحمه، وكابتن بلال. اهلا كابتن. كابتن ايمن، قبل ما نروح لطاقم التحكيم النهارده، وانا عندي مفاجاه وانا بهديها لجلاتنبرج، خبير الاجنبي جلاتنبرج. كابتن اسامه، الحكم مش وظيفته بس بتقف عند احتسابه المخالفات والعقوبات الانضباطيه. القانون ما قالكش كده بس، القانون قال لك كمان تحافظ على وقت المباراه. وخلي بالك لما يبقى حارس المرمى استحوذ على الكره اكتر من 6 ثواني، 7 ثواني، 8 ثواني، مقبوله، بتبقى مقبوله كابتن ايمن. ولكن النهارده كابتن انا عندي لقطه انا لازم نقف عندها، ومن هنا احنا بنتكلم يا كابتن، احنا بنطور اداء الحكام. لابد النهارده الحكام النهارده هتاخد اللقطه ديت بالتايمر اللي انا عامله بالتوقيت مع حارس المرمى، ونتكلم فيها يا كابتن ايمن. ده لتطوير اداء الحكام، وليس لان احنا نقول النادي الاهلي ليه وقت او مش وقت. ده لكل الانديه ولكل الحكام. هنا بنتكلم على احمد الغندور وسمير جمال مساعد رقم 1، وعندنا صالح محمد المساعد رقم 2، عمرو رمضان، وكان على الفار عمرو الشناوي واحمد صلاح. خلينا نروح للحاله الاولى كده، وهنتكلم يا كابتن، دي محور الاداء بتاعنا كابتن شريف، كابتن اسامه، كابتن بلال. هنا بنتكلم على الماده 12، خلينا بس في الجزء ده مهم جدا. بنقول يا كابتن، الفقره هنا بتقول ايه؟ انا مش جايب كلام من عندي يا كابتن عادل. بنتكلم هنا تحتسب ركله حره غير مشروطه في حاله قيام حارس المرمى داخل منطقه الجزاء والمخالفات التاليه: السيطره على الكره بيده او ذراعه اكثر من 6 ثواني قبل ان هو يطلقها من ايديه. 6 ثواني، ده القانون يا كابتن، ده القانون اللي احنا جايبينه. خلينا نروح للقطه ونشوف هنا كابتن. هنا دي 59، هعمل التايمر فوق بس. عيد يا كابتن بلال، عيد يا كابتن ايمن. لسه ما زالت الكره مع مين؟ ما زالت حتى اهو، ما زالت مع هاني، لسه مع هاني سليمان. 16 ثانية. الكره مع حارس المرمى يحتفظ بيها. تاني من فضلك، تاني، عشان انا دي بهديها لكلاتنبرج ولجنه الحكام. انا نبقى حارس في لعبه، انا خلي بالك اكتر من لعبه كابتن بلال. هذه حاله من ضمن حالات كثيره في الشوط الثاني اللي الحكم ادى فيهم 5 دقائق فقط بس وقت بدل ضايع. تاني هنا الهاني سلمان 16 ثانيه، واحنا بنقول القانون النهارده بيقول ايه؟ 6 ثواني. دي حاجه من ضمن واجبات الحكم. انا النهارده كحكم لو حسبت دي مره، اكيد 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 كل حراس المرمى هيبقوا يعني صعب ان هو يقرر الكلام ده، ولكن احنا بنسيب حارس المرمى، بنسيب حراس المرمى في قانون وفي صلب القانون. دي طبعا غير مقبول ابدا بالمره، بصرف النظر عن الاداء التحكيمي والنتيجه والقرارات التحكيميه. دي حاله مهمه جدا جدا، وبنتكلم فيها ما بتحصلش في اي دوري يا كابتن اسامه. دي حبيت اتكلم فيها واهديها ليك لاتنبرج.